بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبتدي أول حد من حدود أتربرج اللي هو الليكويد ليميت، وده يعتبر الجزء الخامس من شابتر 2 اللي هو Principles of Soil Properties. طبعا عشان نعمل الليكويد ليميت بنجيب حاجة اسمها جهاز كازا جراند، والجهاز ده ان شاء الله برضك هعمل لك فيديو قصير كده ايه مكوناته وشكله ايه وبيشتغل ازاي عشان تقدر تطلع الليكويد ليميت بتاعته. بتفرد فيه السويل زي ما انت شايف بعد ما بحط فيه المية، وابتدي بعد كده ايه اقصه زي ما الراجل ده قصه بالشكل دوت، شايف الفتحة عاملة ازاي، وابتدي بعد كده الفه عن طريق الجهاز دوت، الف 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 لحد ما يبتدي يحصل ايه تلاصق لمسافة عبارة عن نص انش، وساعات في ناس بتقول 1 سنتي، مش مشكلة يعني. في الحالة دي نقدر ناخد بقى حتة من التربة ديت ونعمل لها الليكويد ليميت، نعمل لها الووتر كونتنت، وبعدين اغير مية واعمل التجربة دي اكتر من مرة. فهعمل جدول، الجدول بتاعي عبارة عن الووتر كونتنت عمال يتغير، وبالتالي عدد الدقات اللي هي الان اللي انا لفتها عشان يحصل تلاصق، واجيب حاجة اسمها لوج مين ان عشان اعمل الفلو لاين، النقط بتاعتي تطلع بالشكل اللي انت شايفه دوت. لو انا دلوقتي عملت بيست فيتنج للخط دوت ما بين النقط دي وبعضها، ده بيسموه الفلو كيرف. هبتدي اخد عند مين بقى؟ عند لوج 25، يعني عند ان بكام؟ ب 25. اخد منها خط كده اهو، وراح داخل كده اطلع قيمه الليكويد ليميت اللي هي في الحاله دي ممكن تطلع 68. طبعا ده يعتبر حد فاصل او ووتر كونتنت يفصل ما بين الحاله السائله للسويل والحاله الايه البلاستيك، او الحاله السائله والحاله اللدنه للسويل. ان شاء الله المره الجايه هناخد البلاستيك ليميت. شكرا.